حياك الله دريد. بعد اغتيال العالم الإيراني فخري زادة، ما العنوان الذي أضيف للمنطقة وكيف يمكن قراءته شرق أوسطيا؟ في البداية يعني هذا عملية الاغتيال أضافت إلى المنطقة تحدي الثقة. تحدي الثقة اليوم بعد هذه العملية وصل إلى حد أن إيران تتحدث عن فقدان الثقة بالشركاء الأوروبيين والأمريكان. الغرب يقول بأننا تحدي الثقة، نريد أن نثق بالبرنامج النووي الإيراني وأن تكون دائرة الثقة أكبر مما هي موجودة حاليا وتشمل موارد أخرى لا يشمل فقط البرنامج النووي. تحدي الثقة وصل إلى أن دول الجوار تتحدث عن رغبتها بأن تثق بما يسمى بالأمنيات أو المشروع الإيراني وأن لا تضر مصالح تلك الدول. إيران أيضا تقول للمنطقة بأننا نريد منكم الثقة من أجل أن لا تكونوا شركاء في الضغط والإملاءات الأجنبية والخارجية على إيران. إذن الشرق الأوسط الآن يعيش تحدي للثقة فيما بين جميع الأطراف. الشرق الأوسط بمثل عمليات الاغتيال وغياب السلطة المؤثرة في الوساطات يتجه نحو مصير مجهول في الحقيقة، حيث يعني تقريبا نستطيع أن نقول بأن المراقبين هنا في إيران يصفونه بالحرب الباردة. الجميع لا يثق بالآخر، إذا هناك مشكلة يجب أن تبنى قبل عملية أي مفاوضة في المستقبل. يجب أن